أهلا بكم في أعرف. تعتبر ظاهرة هطول الأمطار من الظواهر المعروفة والتي يعتاد عليها العالم بأكمله بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه. وفي بعض الأماكن بالعالم يعتاد المواطنون على رؤية المطر والثلج كل يوم تقريباً، وهناك أشخاص أيضاً يعيشون في أماكن تشتمل على أمطار نادرة جداً، وتهطل الأمطار في الصحراء والأماكن الجافة أقل من الأماكن الأخرى بنسبة 25%. ولكن هل فكرت ذات مرة أن المياه والثلوج ليست الأشياء الوحيدة التي تكون الأمطار؟ اليوم سوف نشاهد معاً أغرب أنواع الأشياء التي سقطت من السماء على كوكب الأرض. هيا بنا نبدأ في قائمتنا. إذا أراد أي شخص أن يجري تحليلاً للطقس لأحد المدن المكسيكية في شهر سبتمبر عام 2017، سيذكر أنه في هذا الشهر كان الطقس مليئاً بالسحب والغيوم والرياح، وتهطل فيه السماء أسماكاً بدلاً من الأمطار. نعم، أسماك، لقد سمعت الكلمة بشكل صحيح، فهي لم تمطر ثلوجاً وإنما أمطرت أسماكاً ممزوجة بالمياه. تخيل ماذا سوف يكون شعورك عندما تقرر الخروج إلى الشارع والذهاب إلى التسوق وتأخذ معك شمسيتك لأنك تسمع صوت الأمطار بالخارج، وإذ فجأة تجد أمامك على الأرض أسماكاً صغيرة في كل مكان. يبدو الأمر بالنسبة لنا غريباً جداً، ولكنه بالنسبة للقطط ثروة طائلة رزقهم الله بها. إذا تعجبت من الأمر وشعرت أنه مستحيل، فأود أن أخبرك أن تفسير هذه الظاهرة بسيط جداً، ألا وهي حدوث عواصف وأعصار بالمياه، مما يؤدي إلى امتزاج مياه البحر مع السحب وبالتالي ارتفاع محتويات البحر إلى السماء، وبمساعدة الرياح الشديدة تنتقل الأسماك إلى اليابسة وتسقط على الأراضي لتشعر أن السماء تمطر أسماكاً بالفعل. تحدث هذه الظاهرة بشكل نادر جداً، ولم تحدث في المكسيك فقط، وإنما تم توثيق حدوثها في أستراليا أيضاً في شهر مارس عام 2016، وحين حدوثها يتفاجأ السكان المحليون بتواجد أسماك صغيرة في أماكن لا تشتمل على أي مسطحات مائية بالقرب منها. تعتبر أستراليا من أكثر الأماكن المعروفة باحتوائها على أخطر الكائنات على كوكب الأرض، بما في ذلك الثعابين السامة والمميتة والعناكب الخطيرة والتماسيح وأسماك القرش وغيرها من الكائنات المرعبة أكثر. فعلى الأغلب هذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الأشخاص يتجنبون زيارة هذا المكان الخطير. ولا تعد الأمطار السمكية هي الأمطار الغريبة الوحيدة التي تواجدت في أستراليا، حيث شهدت أيضاً أمطار العناكب. نعم، العناكب. من المؤكد أن أغلبكم الآن يشعر بالاشمئزاز، ولكن لا تقلقوا، لأننا في العالم العربي لا يوجد عناكب بهذا الشكل. حدثت هذه الظاهرة في أستراليا في شهر 5 من عام 2015، حيث لاحظ سكان أحد المدن المركزية بأستراليا أن السماء تمطر عناكب، وشعروا بالرعب الشديد لدرجة أن معظم السكان قد لزموا منازلهم، وظن بعضهم أن هذه هي بداية نهاية العالم. ولكن العلماء بدأوا في توعية الناس وإخبارهم أن هذه الظاهرة أمر عادي وطبيعي، ويرجع السبب وراءها في أن العناكب بشهر مايو وأغسطس تبدأ بتسلق الأشجار وتنتج شيئاً يشبه الباراشوت باستخدام شباكها، وبعد ذلك يستخدمون هذا الباراشوت لينتقلوا من مكان إلى آخر على مستوى العالم. وقد استخدموها في أستراليا وتشكلوا في مجموعات، مما جعل الناس يظنون أن السماء تمطر عناكب. إليكم نوع آخر من أنواع الأمطار النادرة، ألا وهو أمطار الدماء. عادة ما نستخدم هذا اللفظ لنعبر عن عمليات القتل الكثيفة التي حدثت بمنطقة واحدة، ولكنني اليوم لا أقصد هذا المصطلح، وإنما أقصد أمطار دماء بالفعل. تخيل أنك متواجد في الشارع ووجدت مياهاً حمراء تسقط من السماء عليك. يبدو الأمر وكأنه مشهد مثير من داخل فيلم رعب، أليس كذلك؟ ولكنه أمر واقعي يحدث بالفعل، حيث أنه في كل عدة أعوام
يشهد العالم أمطاراً حمراء في أماكن مختلفة، وهي بالفعل ليست دماء وإنما مياه ملونة باللون الأحمر. يفسر البعض هذا اللون على أنه مياه ممزوجة بانفجار النيازك في السماء، بينما يظن البعض أن الأمطار الحمراء تعد خلايا مفتتة لكائنات فضائية مجهولة حتى الآن. ولكن العلماء قد وضعوا حداً لهذه الافتراضات وأسسوا تفسيراً لهذه الأمطار الحمراء. على سبيل المثال، أكد العلماء أن المطر الأحمر في الهند ينتج من جراثيم الطحالب التي تمتزج بالغلاف الجوي وتتوزع على الدولة بأكملها. أما في أوروبا فإن الأمطار الحمراء ترجع إلى امتزاج المياه مع الأتربة الحمراء. تعتبر إندونيسيا من البلدان التي يعانوا مواطنوها كثيراً من العواقب التي تنتج من البراكين، حيث أن الدولة تشتمل على حوالي 130 بركان نشط. ولكن في شهر فبراير في عام 2014 شهد سكان أحد الجزر الإندونيسية شيئاً جديداً ومختلفاً تماماً، فقد امتلأت الجزيرة بالكامل بالرماد البركاني الذي سبب الاختناق لعدد كبير جداً من سكانها، وأصبحت السماء تمطر رماداً بركانياً فقط لدرجة أنه غطى على الهواء تماماً. وقد توقف المطار هناك لأن الرماد غطى الطائرات بالكامل ومنع الوصول إلى الجزيرة وتقديم العون. دعونا نعود إلى أستراليا مرة أخرى، لأنها لا تمثل تحدياً صعباً لسكانها فقط، وإنما تواجه الحياة البرية فيها تحديات صعبة كثيرة. في شهر يناير من عام 2018 ارتفعت درجة الحرارة في بعض المناطق الصحراوية بها إلى حد كبير جداً، وفي الوقت الذي حاول فيه المواطنون أن يرطبوا على أنفسهم باستخدام المياه الباردة ومكيف الهواء، لم تجد الحيوانات أي وسيلة لترطب على نفسها. وفي هذا الوقت بدأت الخفافيش تسقط من السماء وكأنها أمطاراً بسبب عدم قدرتها على تحمل درجة الحرارة التي تتعدى 47 درجة مئوية. ووفقاً لما صرح به الخبراء، فقد مات أكثر من 100,000 خفاش بسبب الحرارة المرتفعة. من المؤكد أن حالات الطقس الغريبة لا تجعل الناس سعداء، لأن الغريب دائماً يخيف الإنسان بطبيعته، ولكن الظاهرة التي تراها الآن على الشاشة لا تمت للطبيعة بصلة، لأنها ببساطة من صنع الإنسان. هذا الضوء المنبعث ما هو إلا انفجار وتدمير للمركبة الناقلة التلقائية. تم إطلاق هذه المركبة في شهر مارس من عام 2008. كانت المركبة تحمل حوالي 500 كيلوغرام من الطعام و140 كيلوغراما من قطع الغيار و80 كيلوغراما من الملابس و270 كيلوغراما من المياه و21 كيلوغراما من الأكسجين. قد كان إطلاق المركبة ناجحاً في البداية، ولكن محرك المركبة لم يستطع تحمل هذا الضغط حتى انفجرت تماماً في شهر سبتمبر، وتسبب بهذا المشهد الذي لن تراه كثيراً في السماء. للأسف ليست كل الظواهر التي تحدث على كوكب الأرض لها تفسير محدد. هل سمعت من قبل عن هلام النجوم؟ فهو عبارة عن شيء غريب اكتشفه العلماء في الأراضي الخضراء أو بالقرب من الأشجار. يرجع أول اكتشاف لهذه المادة إلى القرن الرابع عشر، وما زلنا حتى الآن غير قادرين على اكتشاف السبب المحدد وراء تكون هذا الهلام. يعتقد بعض الناس أن هلام النجوم يعتبر رسالة واضحة من سكان الفضاء، والبعض الآخر يقول إنه مادة عضوية تنتج من الحيوانات المتواجدة في هذه الأراضي الخضراء، ولكن لم يتم التأكد من أي نظرية حتى الآن. أظن أنك إذا كنت تتصفح مواقع الأخبار ووجدت عنواناً لمقال يشتمل على أن هناك سمكة قرش سقطت من السماء، ستقوم بفتح المقال دون أي تردد، أليس كذلك؟ وعلى الرغم من أن سمكة القرش هذه لم تكن ضخمة، إلا أن الفكرة ذاتها مدهشة حقاً. في عام 2015 اكتشف مجموعة من الأطفال تواجد سمكة قرش حديثة الولادة في الفناء الخلفي لمنزلهم، وبهذا يمكننا أن نتأكد من أن هذا الأمر لا ينتمي لنظريات الكائنات الفضائية على الإطلاق، وإنما على الأغلب قد أسقطت إحدى الطيور صيدها من فمها أثناء طيرانها في الفناء. في شهر يناير من العام الماضي
شهد سكان ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة غريبة، ألا وهي هطول حيوان الإيغوانا من السماء. ولكن فيما بعد تأكد العلماء من أن هذا لا يعد مطراً، أي لا يسقط من السماء، بعدما تأكدوا من أن هذه الحيوانات تتساقط من على الأشجار. وأثناء سقوطهم يبدو وكأنهم ميتين، ولكن بعدما فحصهم الأطباء وجدوا أنهم مجمدين فقط، لأنهم لم يستطيعوا التكيف مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى هذا الحد. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.